إلى كل من مات له قريب أو حبيب. هل الموت شر؟ هل الموت كل شر؟ الذي يموت يا إخوة من المؤمنين وين يروح؟ خلاص ينسى أم أنه يذهب إلى الله عز وجل؟ إذا مات أبوك أو ماتت أمك أو مات ابنك أو مات أخوك ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله فابشر بالخير يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجبت شفاعتي، أوجب الشفاعة على نفسه لمن مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله. فالذي يموت إذن وهو يشهد أن لا إله إلا الله أنت ستبكي على فراقه نعم، لكن روحه هناك منعمة. فلذلك الموت ليس كل شر، الموت قد يكون هو الخير لهذا المريض الذي كان يتألم بين يديك. الطفل أحيانا قد يبتلي الله بالموت رحمة بوالديه كما فعل موسى مع الخضر.